مساء الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم. يعني رجعنا لكم هلا هيك بحماس وبكل طاقه لبهار ونار، رجعنا نطل عليكم من الساعه 12:30 للساعه 1:30 من السبت للخميس. بدنا اياكم يعني تفاعل كثير كبير منكم، بدنا اياكم تتفاعلوا معنا، بدنا اياكم تشاركوا معنا. احنا اكيد معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وعلى عمان تي في اوفيشال. يعني شيف امتياز راقت بالعطلة وارتاحت، فخلينا نشوف بإيش وصفات رجعت لنا. كيفك يا شيف؟ أول شيء كل سنة وأنتي سالمة. وأنتي سالمة. وكل اللي بيحضرونا كل سنة وهن سالمين، إن شاء الله تكون إجازة العيد كانت عليكم حلوة جميلة خفيفة لطيفة. إن شاء الله. تمام، هلا كل اللي بيحضروني غير أنا كنت ناقلة الإجازة تبعتي من السوشيال ميديا معاي، فكل اللي بيحضروني بقول لك وأنتي جاية مبسوطة هلا أكيد، فمفرفشة. مفرفشة مغيرة جو ورجعتي لنا هيك فريش. الحمد لله. طيب وصفاتك جايبت لنا إياها معاكي؟ شوفي امبارح روحت فجراً أوكي. يعني اليوم صرت فجراً فما كان في مجال أحضر للحلقة يعني براحتي أوكي. فأنا تركية آخر يوم قررت أحضر للحلقة هناك وأخذ أفكار كتير حلوة، بس هي مش أفكار تركية، أنا بس أخذت منهم أفكار الأكل التركي مو زاكي، ومصممة للمليار إنه أكلنا العربي اللي هو الفلسطيني الأردني اللي أو أكل بلاد الشام بشكل عام كتير طعمه أطيب. هلأ هم عندهم أفكار حلوة يعني بتروحي على المطعم بتشوفي الأفكار وشكل الأكل كتير بشحي، بس طعمته ما في ملح، كل شيء بحطوا لك ملح جنبه، ما في بهار، هذا البهار لا يعترفوا فيه نهائيا، ودسم الدسامة. هلا قولي الدسامة صاروا عادي يتفننوا اشياء يشوها واشياء يقلوها واشياء، بس كثير داخل عندهم قصة الدهن الحيواني، قصة الكرشات اللي فون تذكرتك هناك، حتى ابني بيقول لي ماما جيبي لزميلك كان مصين على سندويشة مصين، قلت له لو ايش بعمل ما بحملها، تخيلي تحملي سندويشة معاكي بس كثير بحبوها هناك. فالمهم فانا هناك قررت هيك اخذ كم من فكرة لطيفة، عندهم افكار حلوة ولكن مش بنكهة الاكل تبعتنا، طبعا اكلنا كثير اطيب. فرح نعمل اليوم اللي هو كعك بسمسم اللي متعودين عليه، ولكن رح نعمله بحشوة الأجبان. رح نعمل كبة، ولكن هاي الكبة لا فيها لحمة نهائيا، فيها جبنة. رح نعملها عجينة كبة بتقدر تحشيها كل إشي، ولكن هاي المرة رح نحشيها أشقوان مع تشيدر مع موتزاريلا، ورح تطلع بتموت، فكرتها كمان بتجنن. رح أخذ الفكرة الوحيدة اللي سرقتها عشان أكون ضميري مرتاح، كولاج بالشوكولاتة. واو. بيعملوا له قطر من الحليب طلعوا، والصراحه جبت معي الكولاج من تركيا. يا سلام. اشتريت الكولاج عندهم دينار الكيلو، يلا جيبي يلا مش مشكله، اشتريت كولاج من هنا. واخيرا رح نعمل كمان سلطه من البطاطا، ولكن رح نحط فيها كوسلو برضو، هاي احدى الاشياء اللي سرقت افكار منها، بس مش وصفه، هم عندهم مش هدول الوصفات. اوكي، انا هيك اخذت افكار بس من عندهم. حلو، فيعني لازم تضلكم متابعينا من هو لنهايه حلقتنا لحتى تشوفوا هالوصفات اللي بتنقل لنا اياها الشيف بلمساتها كيف رح تطلع. احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك، ولما بدنا اياكم تشاركوا معنا، كل ما شاركتوا اكثر معنا طبعا كل ما هيك تحمسنا اكثر احنا، وكل ما تفاعلنا معكم اكثر، كل ما قرات اكثر من تعليقاتكم. بس بدي احكي لكم موضوعنا لليوم اللي حابين هيك نناقشه معكم، شو هي الحكمه اللي بتأمنوا فيها بحياتكم، او المثل اللي بتحبوا انكم انتم مثل او ماشيين عليه وعم تتبعوه. قبل ما اسالكم انتم بدنا نسال الشيف امتياز، شو يا شيف شو هي الحكمه؟ اخ يا ربي شو حكمتك؟ أنا الله مش قادره يخطر على بالي شيء هلا، بس اسمع منهم بعدين بحكي لهم. اوكي تمام، اذا يلا شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، اعطونا افكار، ذكرونا بهيك حكم وامثال عشان احنا نقدر كمان نحكي لكم عن راينا بهذا الموضوع. اول وصفه شو حكمتك انت؟ انا بقول يمهل ولا يهمل، او كما تدين وتدان، انا مؤمنه فيها صح. جدا برضه هي فكره جيده، انا بحس الحكم والامثال طلعت من الاشياء الواقع اللي كان يصير بين الناس. بس اشوف اعطيكم حكم، طول ما انا مسافره بتركيا ايوه احلى مسج كان يوصلني ايش هو، احذري للناس اللي بيحضروني كلياتهم، لانه شوي كان بيزعل اي مصاري عفق، مصاري ابصر شو، مش عارفه تروح في المصاري امتياز، ابصر شو، يا الله يعني منطق انت تطلعي واحنا نقعد نتفرج عليكي. بقول يعني حتى بالإجازة كتير صار معنا أفلام، يعني مثلا احنا والدين سرق هناك، مرت أخوي كمان، يعني صار معنا كتير تفاصيل مزعجة، بس احنا على السوشيال ميديا شو بنقول دالا؟ طبعا الاشي الحلو الاشي بالضبط، وبعدين لا يتجاوز الدقيقتين. بعدين حتى بيحاول الواحد انه ما يطلع الجانب الاشي اللي مش حلو او الجانب السيء، دائما بحاول انه يعطي طاقه ايجابيه، لانه الواحد بكون عم بيحضر حدا كئيب يعني بيقول لك انه الواحد ناقصه بالضبط، فاحنا مش ضروري انه نبين هاي التفاصيل، بس مش معناته انه الواحد يعني حياته ورديه. لا 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 احكي لكم عشان كل اللي كانوا يبعثوا لي، انا اخوي بيقول لي طولي بالك امتياز، طولي بالك، بقول له مالهم انه يعني كلها اجازه على تركيا يعني، واجازه احنا عاملينها عيله كعيله، انه عيلتي كلهم لا، والفضول وين زوجك؟
وين اخوانك؟ طب اخوانك تانيين وين رايحين؟ طب يعني طب اطلع اشرح قصة حياتي. عم بحاول اقول لكم الاشي اللي يخفف عنكم شوي، اللي يعطيكم هيك فكرة حلوة ومود حلو يا جماعة. فما علينا، اليوم احنا بنحضر وصفاتنا، بدي احكي لكم عن بعض المواقف السلبية اللي صارت معي، اللي عن جد ما بتقدر تحكيها على السوشيال ميديا بالزبط. ولكن مش كل شيء بتشوفه على السوشيال ميديا هو الحقيقة، هو كثير تفاصيل بتصير معنا بحياتنا، بس مش راح اطلع اقول لك انا مرضت، انا تعبت، صح. انا عملت حادث، انا ابصر ايش كذا كل الناس. بس طلعتي قلتي لنا انك تخلفتي. تخلفت ثلاث مخالفات. اربع مخالفات، ثلاثة. دفعته انا طالعه $100 يعني. طب ليه مخالفات سرعه؟ سرعه كلهم سرعه. شعور عندهم حلو يا اختي، شعور عندهم حلو. ما بحس هو داعس، انا شوي هيك عشان انت بتعرفي اخواني شباب، فكنت دائما بس اطلع السوق شوف ماشي هالقد، ليه عم بتلفي هالقد وكذا، فبصيروا علموكي زيهم. فالمخالفات عليهم اذا هيك. فهم كانوا هم حتى وهناك كانوا ابطا مني شوي، فكانوا لي والله غير تدفع، انا ادفع انا لا. بعدين طلعت المبلغ متخالفه. يلا المهم انك انبسطتي يعني هيك بشكل عام، الحمد لله على السلامه، نورت ونورتي مطبخ بهار ونار. وبدنا نرجع هلا نكمل وصفات. يلا بدنا نعمل اليوم وصفات عن جد حلوه، اليوم جاي انا كثير متحمسه، بدنا حلقه تكون عن جد لطيفه وعملتكم افكار ووصفات بتجنن. بكره رح نرجع للاشياء التقليديه اللي بنعملها دائما ببهار ونار، رح نعمل الملوخيه، ولكن برضه جبت افكار جديده وافكار كثير حلوه يعني اضافه للاشياء التقليديه اللي احنا متعودين عليها. تمام، نروح لاول وصفه ونعمل كبه محشيه بالاجبان. يلا للكبة الكذابية بالجبنة رح نحتاج لنص كيلو برغل ناعم، كوب سميد من ساسي، وربع كوب نشا، معلقتين كبار صلصة بندورة، معلقة كبيرة ملح من ساسي، ومعلقة بهارات مشكلة من أبو خلدون كبتيلو، بصلة، مي مغلية، وأجبان مشكلة للحشوة. رحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، واذكركم انه احنا معاكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وعلى عمان تي في اوفيشال. بدي اياكم تشاركوا معنا وتحكوا لنا شو اكثر حكمه بتتناسب معاكم او بتامنوا فيها بحياتكم، سواء كانت حكمه او مثل، ابعثوا لنا اياها ورح احاول قد ما بقدر اقرا من التعليقات اللي رح توصلنا. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لحلقتنا لحتى هالوصفات توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. شيف امتياز، طيب قولي لي، الكبه من برا العجينه تبعتها برغل وسميد؟ لا، ولا هي بالعادي احنا بنعمل الكبه باللحمه، كل أوكي. كيلو من البرغل بده نص كيلو من لحمه العجل، حكيت لكم. بعدين البرغل لازم يكون منقوع بمي بارده، وتودوهم تطحنوهم مع بصل شويه ثوم والبهارات اللي هن بيحبوها. اوكي، اليوم بدي اعطيكم الفكره اللي بدنا نعمل فيها، هاي بتزبط لكل انواع الكبه وبتضلها مقرمشه وكثير طعمها لذيذ. انا حعمل كميه كثير بسيطه لاني محضره. اول شيء البرغل بدي استخدمه هو برغل ناعم. أوكي. تمام، سواء كان لونه احمر او لونه ابيض ما بيفرق، هن نفسهم، بس بيفرق معي بالقلي. تمام، فحطيت البرغل، انا اعطيتكم العيارات بالضبط عشان تعملوها بالبيت، وحطيت السميد الناعم. احنا معانا ساسي طبعا، والسميد الناعم انا بستخدمه كله من ساسي. سميد فرخه كثير 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 اجار تطبيقات للمعمول حتى يعني، والدعوات منهم عن جد عن جد حبيت كثير يعني، كانوا يدعوا لي، لانه هي طريقه والدتي بيدعوا لوالدتي. فيعني اللي عنده حلو الوصفه، شكرا كثير على الكلام الحلو كنتوا بعتوا لي. راح نحط النشا اللي هو تقريبا ربع كوب، انا حطيت لهم اياه بالمقادير، وراح انقعهم بمي مغليه. هلا موضوع المي المغليه انا ما حطيت لكم عيار معين، انا بفرق من نوع برغل لنوع برغل، ولكن انت بدك تشوفي البرغل، شايفه انا مثلا حطيته، زيدي 3 سم فوقيه مي مغليه. اوكي، يعني انا برغلي كان لهون، بدي اخليه 3 سم، كيف لما بدي انا اعمل الرز اطبخه واحطهم، بدي اغلفه واتركه تقريبا ربع ساعه. اوكي تمام، حلو. بعد ربع ساعه بلاقي شرب كل هدول السوائل، لازم تغطوه طبعا، انا بس لاني بدي اورجيكم. بعد ربع ساعة بلاقيه شرب كل المي، تفتحت الحبات، لما تيجي تمسكيها زي هيك الحبات تنهرس معك. تنهرس، اوكي. تمام، بس بدي اتركه هذا، بعدين بحط عليه اللي هو صلصة البندورة، ملحاتي كمان من ساسي، وبهاراتي من عند ابو خلدون كبتيلو، وبصلة. هلا بالبيت بتقدري تفركيها بايدك، يعني بس تاخذ معك وقت، او أوكي. بتحطيها محضرة الطعام تطحنيها. بتكون عندك نفس هاي الخلطة بالضبط اللي هي حلو. شوفي كيف عجينه، يعني هاي انا عملتها بايدي الصراحه. اوكي، بعد ما حطيت البرغل، كل نص كيلو من البرغل حطيت له تقريبا كوبايه من السميد، حطيت له ربع كوبايه من النشا، بعدين حطيت عليهم مي مغليه، تركتهم ربع ساعه لشربوا المي تماما، فتحت الحبات، حطيت صلصه بندوره معلقتين، وحطينا بهارات مشكله، وحطينا ملح. صارت عندي العجينه اللي فركتها بايدي، بضلكم تفركوها بايدكم، او اذا بتحبوا الامور تكون سهله بتحطوها بمحضره الطعام. تمام تمام، البصله اذا بدك تفركيها بدك تحطيها بصلة مبشورة،
عشان ما تبين. بعدين بتصير معاي عجينة بهذا الشكل، شايفة كيف؟ أوكي. هيها. طلعوا ما أحلاها، صارت عندي عجينة كبة. بقدر أحشيها لحمة، بقدر أحشيها جاج، بقدر أحشيها شو ما بدي، بس اليوم إحنا قلنا نبعد تماماً جديدة عن اللحوم، خلاص زهقنا صح. برمضان وبالعيد كتير لحوم. تمام، بدنا نبلش نشكل فيها دائماً. أمس عشان أشكل خليني أحط هدول عجنب عادي. دائماً بحب يكون عندي مي، المي بتقدر تحطوا فيها معلقة نشا أو معلقة طحين. اوكي. بعدين ايش ما عندك جبنه، عندك جبنه تشيدر، عندك جبنه اشقوان، عندك جبنه بيضة، انا خلطتهم مع بعض صراحه. اوكي. بعدين ببلش احشيها مليون بالمية. قولي لنا حكمه حلوه اشوف، يلا هات اعطوني حكمه على اللي صار معي يا جماعه. يلا يلا. في عنا قبل ما نحكي الحكم، في عنا شريفه عم بتقول الشغل بالايد كثير بضله احسن. اوكي. وفي عنا اخلاص عم بتقول وصفات بتجنن، الحمد لله على السلامه شيف امتياز، شكرا لك على الوصفات الروعه والمتنوعه، وبتحكي لنا الصبر مفتاح الفرج. برضو هاي صح. حلوة. مليون بالميه. مليون بالميه صح. وفي عنا كمان شريفه عم بتقول ما طار طائر وارتفع الا كما طار وقع. برضو صح مليون بالميه. مظبوط 100%. طيب احنا قبل ما نطلع للفاصل بدك تشكلي لنا وحده، بس بدي اخذ جبنه. انا حطيت شيدر موتزاريلا، تحشوهم كمية كتير منيحة، لأنه هدول بدي أقليهم أنا هلأ بالفاصل عشان أورجيكم إياهم. شايفين؟ حشيتها كمية كتير منيحة. بعدين أنا كيف بالعادة بسكر هيك، أنا بعرفش أعمل الكبة بالجلاس، بعدين ببلش أرفع فيهم هيك. تمام؟ أوكي. ليصير عندي حبة الكبة، برجع بمشي عليها المي اللي بنشها شوي عشان ضلها الحبة ملسي وشكلها كتير حلو. أوكي. خلاص هي هيك صارت جاهزة. عندي زيتي من شعبان طبعاً، ببلش يكون حامي ويكون غميق، عشان هيك أنا بستخدم فيه الطنجرة الصغيرة، والطناجر بتعرفوا أنا بستخدم طناجر الرويال اللي موجودين بدريم هوم. أوكي. فخليني أحطهم هون ونبلش نشكل كم من وحده، لانه انا وياكم بعد الفاصل. يلا تمام. اذا احنا رح نطلع لاول فاصل بحلقتنا لليوم، من بعد الفاصل بنرجع لنفرجيكم باقي وصفاتنا. ما تنسوا تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وتحكوا لنا شو هي الحكمه اللي بتحبوا تمشوا عليها بحياتكم. فاصل صغير وراجعين. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، ونحكي لكم انه احنا رجعنا لكم ببهار ونار. رح نصير نطل عليكم يوميا من السبت للخميس على الساعه 12:30، واحنا كمان معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وعلى عمان تي في اوفيشال. اليوم وصفاتنا كلياتها جايبت لنا اياها الشيف امتياز من تركيا. اول وصفه بلشنا فيها هي الكبه الكذابيه، اللي هي عباره عن سميد واجبان، وما رح تكون فيها لا لحمه ولا جاج. نرجع للشيف امتياز ترجع تحكي لنا هيك سريعا شو عملت قبل الفاصل. انا بس بدي اقول لك كمان وحده هلا بقول لكم على السريع، هاي العجينه من الكبه بتقدروا تعملوا فيها او تحشوها شو ما بدكم، جاج، لحمه، اجبان، ايش ما بدكم. هاي الفكره عندهم بيعملوها زي كرات. اوكي. وبهن بيحشوها الصراحه لحمه، بس بيكونش العجين الاساس فيها عندهم لحمه. فاحنا قلت اغير واحشيها جبنه، كانت كثير زاكي. جربتها طبعا بالبيت، عملت كميه كثير منيحه. حطيت هنا زيت بالطنجره، بس بدي اياه دائما بجرب باول وحده انا، بعدين بكمل. بعد ما حطيت نص كيلو من البرغل، كوبايه من السميد، حطيت عليهم ربع كوبايه من النشا، نقعتهم بمي مغليه تقريبا ربع ساعه. شوفوا كل شوي بمص المي او بياخذ وبيشرب المي اكثر. بعد هيك حطيت معلقتين من صلصه بندوره، خليني احطهم. ملح، هو غلط احطهم هلا، لازم استنى ربع ساعه بس عشان اورجيكم. بهارات مشكله، بتقدروا تحطوا بابريكا، بتقدروا تحطوا فلفل اسود، بتقدروا تحطوا مردكوش، وبدنا نحط طبعا بصله مبشوره. اتفقنا؟ اتفقنا. بعدين يا بايدي ببلش امرسهم، يا بحطهم محضره الطعام بعطيهم تقليبه. أوكي. هو لانه فيش فيها إشي اللي بياخذ وقت بالفرم. اوكي. اتفقنا؟ بعدين ببلش اكبكبها واحشيها باي نوع جبنه انتم بتحبوه، انا اليوم مستخدمه الموتزاريلا والتشيدر. راح احطها بزيت وفير، انا بستخدم الطنجره زي ما قلت لكم، وما بحط عدد حبات كبه كثيره. ليه؟ عشان ما يبرد الزيت فتفرط معي الكبه. شو ما كان نوع الكبه اللي بدي حتى أعملها. لو ما كانت مفرزه، حتى لو كانت مفرزه. وعلى فكره الكبه اللي فروزن كشفت لكم انكم تطلعوها من الفريزر تتركوها 10 دقائق بعدين تقلوها تطلع كثير اضبط انك تقليها وهي فروزن. واو. لا كثير احسن. هاي صراحه برمضان جربت كانت كثير فخمه. حلو. طيب عم بسالوكي شيف امتياز، اذا بدنا نفرزها كيف بدنا نفرزها؟ هلا بعد ما نكبكبها
بنبلش نفرزها. اوكي تمام، يعني مع الكبكبه بنبلش نفرزها. هلا هاي بالنسبه لهاي الوصفه، خلينا نورجيكم اياهم وهي بس تنقلى وتشوفوا الجبنه من جواتها كيف عن جد لذيذه، بس احشوها زي ما بدكم زي ما قلت لكم. خلينا نروح لوصفه ثانيه. انا بحب كثير كعك السمسم. أوكي. اللي هو بناكله من عند كثير من المخابز التقليديه تاعت زمان. اليوم رح نعمله محشي بطريقه كثير سهله، ناخذ مقاديره. يلا لكعك السمسم المحشي رح نحتاج لخمس اكواب طحين من ساسي، معلقتين كبار سكر شعبان، نص كوب زيت شعبان، خمس معالق كبيره حليب انجوي او حليب سائل للعجن، ومعلقه صغيره ملح من ساسي، معلقه كبيره خميره، معلقتين كبار عسل، كوب مي، وسمسم ني من ابو خلدون كبتيله. اما للحشوه فرح نحتاج لجبنه موتزاريلا، جبنه كشكوان، وجبنه تشيدر من المها. يعني هذا الكعك بتخيل بتركيا اللي بيكون بالعربيات الصغار، هذا صح؟ مو زاكي، مو زاكي، مش زاكي، مش زاكي. الاكل التركي ناشف كمان. وخبزهم ناشف، وما عندنا خبز عربي. لا 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 لا، اكلنا وبس. اكل بلاد الشام يا جماعه، والله بيجوا من كل العرب عشان ياكلوه الصراحه. بيضلوا غير ونكهته غير. اسمعي، هلا الكعك عندهم تفاصيل لذيذه صراحه، من الحلويات حبيتها جدا. اوكي. غنيين جدا بالفستق والجو، الفستق الحلبي مثلا والجوز وهدول التفاصيل، فبتطلعي على شكل البقلاوه عندهم عن جد بتشحي. طب اكلت البقلاوه مع اللبوزه؟ لا ما اكلتش حلو بالمره. ييه. عملت رجيم هناك ولعبت رياضه. والله. لانه زوجي قبل ما اسافر حكى لي امتياز انت نصحاني. طبعا انا تعقدت شوي لانه اعتقدت انه انا نصحاني، بس مش متذكر حالي نصحاني. انا وصلت لقيت نفس وزني. بس انه التزمت كثير باكل كويس ورياضه صراحه. حلو، يعني كانت اجازه مش اجازه نصحة. لا لا لا، لا رياضه ودربت بالها على حالها. انا كل يوم العب ساعه رياضه كل يوم. واو. طيب بدي اورجيهم الكولاج. انا جاهز، رح نعمل انا وياهم وحده ثانيه، بس انا اعتقد هاي خلص بكفيها هيك. هذا الكولاج جبته معي من تركيا. هلا رح اورجيكم اياه. الكولاج عندهم فريش بعجينة رقيقة، شوفوا السمنة هلا رح افضيها بعجينة رقيقة، هذا رح يصير فيه شوكولاتة بعجينة رقيقة. هلا رح اورجيكم اياها، والكيلو 20 ليرة تركي يعني دينار اردني. واو. فقلت والله لأحمل من تركيا كولاج واعملكم اياه بنفس الطريقة. بس عندنا حشيته جوز، هذا حشيته جوز. هلا هن هذا رح يكون فيه شوكولاتة، هلا بالاخر بالكاكاو والحليب رح يعني اعمله. طريقته شوي مختلف عن ايش احنا متعودين. اوكي. طيب قبل ما اعجن العجينة بس اشوف الكبة، ناخذ بعجينة هي اسهل عجينة خبز. وين العجانة؟ خبز بسمسم ممكن تعملوها بالبيت. نبلش اول شيء بالطحين، وكالعادة برضو طحيني ساسي. دائما للمخبوزات نقدر نستخدم طحين زيرو، طحين متعدد الاستخدامات. حطينا تقريبا 5 كوبايات، سهل كتير هاي الوصفة. أوكي. رح اخذ عليهم عندي سكر من شعبان، ما عندنا زيت يا جماعة، انا راجعة مش عارفة اشي. انا والله يا مروة جاي مش عارفة اشي. وعندنا معلقة كبيرة من الخميرة. اوكي. وعندنا اين ملحاتنا رشه ملح، وبدنا هلا عليهم نص كوبايه من الزيت. تمام. وراح ابلش احط يا 5 معالق كبيره من حليب انجوي الباودر. تاخذوهم بتحطوهم، بنحط مي دافيه، بتحلوهم بمي زي ما انا عامله، وبنبلش نعجن فيه. بس بدنا الزيت عشان احطهم. وكباتي صاروا جاهزين عشان اورجيهم واحده. حلو. طيب وفي عندنا كمان عم بيسالوكي شيف امتياز، كيف لازم نعرف اذا العجينه هيك رح تزبط معنا 100% عجينه الكبه؟ لا رح تزبط معكم 99% اذا بتلتزموا بالمقادير فقط. فقط بس التزموا بالمقادير رح تزبط معكم. اوكي. وفي عندنا كمان سؤال، برغل خشن ولا ناعم؟ ناعم. برغل ناعم. هلا بدي اورجيكم هيهم ما شاء الله بجننوا، طلعوا اللي عملتهم انا وياكم على الهوا. شوفوا اللون الذهبي. الزيت هي الفكره. دائما انه تحطي زيت غزير، فانا بستخدم زيت شعبان. وثاني شيء تحطيه بطنجره. اوكي اوكي. خليني اقيم الزيت، انا بس بدي اقلي هدول عشان اورجيهم. خليك معي بالله يا ليث. اوكي عشان كبه. طلع طلع سخنه نار. استني شوي عبين ما شوي هيك كثير سخنه تبرد شوي عشان اورجيهم. بس انه اقسمها
مش أفرجيكم الجبنة، هي باينة هيها، ها طلعت شوفوا الجبنة حالة. بس أنا مش أهدري قد ما هي سخنة هيها. واو، يعني عن جد فكرة بتجنن. يا بتحشوها انتو لحمة يا بتعملوا زي ما أنا عملت جبنة. حبيت. تمام، بس أنا فكرة الجبنة مثلا كتير حبيتها. حلو، نرجع لهون. هي لقينا شوية زيت، شوية زغنوطة من شعبان، خلنا نحطهم ونعجنهم بالماء. فحطينا 5 كوبايات من عادي جوزي. رجعت حليمة لعادتها القديمة. ما بقدر اتطور وما بقدر اتغير، خلاص انا زي ما انا. صراحة قابلت ناس كتير بتركيا، هذا اللي كان اشي كتير لطيف. بدي احيي كل حدا بعت لي كلمة حلوة، كل حدا وقفني وقابلني، كل حدا بالعيد لما عمل وصفات من وصفات رمضان. عن جد انتم احلى نعمة بحياتي، وانا بشارككم تفاصيل لانهم عيلتي. صح، بس لما نفوت بموضوع صدقا يعني عشان احكي لكم الواحد مش انه بنزعج، احنا بنحاول نقول لكم صورة بسيطة من الحياة اللي احنا بنعيشها. بس انه نفوت بتفاصيل العيلة كتير 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 شوي صعب. نفوت او نحكم على الشخص من السوشيال ميديا برضو كتير 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 صعب. في تفاصيل تانية بمرق فيها الانسان، بس زي ما قلت لكم دانا بالضبط ما بنقدر كل شيء نطلع نحكيه. صح، بعدين خلص في هيك الجانب الاشي خصوصية، يعني الواحد مليون بالمية بيحاول يعني يبعدوا شوي عن الناس. اسمعوا، مع هيك ما بترضي. صح، اذا نزلت صورة لعيلتي طول هيك بتحكي عن عيلتي، مثلا نزلت صورة لزوجي طول هيك بتحكي عن زوجك. مزبط لي وين زوجك وين عيلتك وين تفاصيلك. فبس بتركيا وقفوني كتير سيدات، وكان اشي كتير بيسعدك انه يوقفوكي ناس بمكان غير اللي انت فيه. صح، وهيك يقولوا انه كتكوتي قريبة للقلب وابصر شوفة. يعني الحمد لله رب العالمين. حلو حلو. طيب نرجع لوصفتنا، ترجع هيك تعدي لنا سريعا ايش عملنا للعجين. عشان هذا خبز السمسم اللي بتاكلوه بالمخبز عادي او بتروحوا المحلات القديمه وبتاكلوه منها، اللي بنحط فيه جبنه او بنحط فيه البيض المشوي. حطيت طحين تقريبا 5 كوبايات من ساسي، حطيت 1/2 كوبايه زيت، حطينا معلقتين سكر، معلقه صغيره من الملح، وضفت عليهم ايش كمان خميره، وبعدين عجنتهم ب5 معالق من الحليب، حليتهم بمي. انتوا بالبيت بتقدروا تحلوا الحليب، تقدروا تحطوا حليب انجوي البودره زي ما هو. أوكي. تمام، بس انا هيك بحتاج شويه طحين. دائما بهاي الوصفه مثلا ما فيها كثير يعني زيت، ما فيها كثير كذا، بترح تاخذ نص عيارها مي. فاذا عندي 5 كوبايات طحين حطي 2/4 كوباية من المي، وكملي شوي 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 اذا بتحتاج. اوكي، عجينتي بتصير جاهزه. بريحه يا دانا، نسيت الكلاش، حدا يذكر. بدي اقول لك والله عم بتطلع عليه. لح يا جماعة الخير، الحمد لله بنحط عليه شوكولاتة، بس أموره منيحة الحمد لله. بس تحمروا، يعني تحمرت شوي من الجوانب. أحلى شيء زيادة، بس هذا رح يبطل هذا هلأ بعد ثانية، هذا رح يصير عليه شوكولاتة هلأ. بده يتغطى كله، رح يتغطى بطريقة كتير حلوة كتير حبيتها، هلأ برجيهم إياها. طيب نرجع عجينتنا، خلاص أمورها ممتازة. وليكم بدها شوية طحين لأنها شوي لزجة، بيكون أنا على الريحة. بتعرفي أنه أنا ما كنت حاسة، ناسي أني رجعته. أنا فكرتك أنك أنت رفعتي، أنه قلتي خلص بكفي. لا بس هيك اللون ممتاز، هيك اللون ممتاز. الحمد لله هيك اللون ممتاز. أوكي، في عنا كمان شريفة عم بتقول والله يا شيف برمضان عملت معمول على طريقتك، طلع بشهي. طلع لسه كان الشيف يارا عم بتقولنا ما بتتوسخ بالمطبخ. أي كواليس يا لي. اوكي عادي، بسيطه. طيب خلينا نقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك. زي ما قلت لكم اليوم سؤال حلقتنا اللي بدنا هيك تفاعل منكم عليه هو شو الحكمه اللي بتحبوا تمشوا عليها بحياتكم، او مثل انه انتم بتتبعوه. خلينا نقرا من التعليقات اللي عم توصلنا. في عنا نجاة عم بتقول انا مثلك دانا، يمهل ولا يهمل. عتاد كلنا على هالقصه. وفي عنا كمان أم عادل عم بتقول يسعد مساكي دانا وشف امتياز، الحمد لله على السلامة حبيبتي، اشتقنا لك حبايبي. وفي عنا كمان هلا كثير ناس بعثوا لي انت خلص بهار ونهار، خلص طلعتي برد. برضه قلت من وين بيجيبوا الأفكار، من وين؟ لا بالعكس، في عنا أم عبد الله عم بتقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا قاعدتي دائما بالحياة اللي عمري ما راح أغيرها. عشان أنت تشكر ربنا لازم تشكر الناس، لازم ضلك عامل خير للناس اللي مارقين في حياتك، سواء عيلتك أصحابك جيرانك. صح. ضروري. صح ضروري، اصلا هو إشي منيح لك قبل ما يكون منيح لهم 100%. في عندنا كمان قراتها هلا، طنش تعش تنتعش، بس مش عارفه برضه هاي. اسمعي هاي لطيفه. بس برضه هاي نهى لطيفه عم بتقول لنا. اوكي، وفي عندنا كمان ايمان عم تحكي يعطيكم الف عافيه، شف امتياز دائما وصفاتك بتجنن، وعن جد خرج نعمل هالكبه بعد ما طلعنا من رمضان ووصفات رمضان الدسمه، زهقنا من الاكل والاكلات الدسمه، فهاي فكره ممتازه، جربيها وابعثي لنا تطبيقاتك. مليون بالمية. اسمعوا هاي قصة الكبة اللي بعت لكم اياها كثير رح تحبوها. انا خلصت العجينة، بدي اعجنها وابلش اشكلها، بس بدي اقيم كل شيء عشان اورجيكم كيف رح يطلع معانا هالخبز بسمسم
المحشي. في داعي نخليها ترتاح؟ طبعا ما ترتاح ساعة دائما، بس أنا العجينة هاي ضروري رح مش ترتاح بس ساعة، رح ترتاح مرتين، أول مرة ساعة أوكي. بعدين نشتغل فيها، تاني مرة بدها ترتاح كمان ربع ساعة بعد ما أشكلها. دائما الأشياء اللي مش الخبز العادي التقليدي لازم يتخمر أكثر من مرة أوكي. تمام، بس أخذت العجينة رائعة طالعة ممتازة تمام. اقرأي لي وانا بس عم بس اضبط العجينه بالضبط. خلينا نقرا من التعليقات عشان نحمسكم اكثر انكم تشاركوا معنا، وبدي اياكم كمان ما تنسوا تعملوا لايك وشير لحلقتنا لحتى توصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص، واعملوا منشن لكل محبين الكبه عشان يجربوا هاي الكبه المحشيه بالاجبان، ولكل الاشخاص كمان اللي ما بيحبوا اللحمه والجاج هاي فكره كثير حلوه لكم. طيب فعم بيحكوا لنا بالتعليقات، نادي عم بتقول يعطيك العافيه شيف امتياز وصفات بتجنن، وفي عنا حنان عم بتقول اتقي الشر من أحسنت إليه، وفي عنا كمان غالية عم تحكي ابتسم وابتسم في الحياة أجمل بوجودكم. شكرا لك. أوكي حلو تبتسم والحياة حلوة بوجودنا. حلوة صح حبيتيها. والله أنا مع صراحة، يعني أنا مع أنه الحياة إذا أنت ابتسمتي لها وضحكتي لها، الحياة مجهدة متعبة فيها تفاصيل كتير سيئة، بس إذا أنت بدك تضلك تفكر بالتفاصيل السيئة صح بتضل حياتك سيئة مليون بالمية. طيب أنا نفسها بدي أريحها للعجين قلنا ساعة، بعد بساعة بدي أشكلهم بس كرات، بعدين أعمل فيها زي الحفرة وأخذ اي نوع جبنه، وبتقدروا تحطوا زيت وزعتر، بتقدروا تحطوا سجق. هلا هن مثلا بيعملوا هذا الحكي بعد ما يخبزوها اوكي، فانا قلت بنعملها نحشيها بعدين نخبزها أوكي. تمام، ولازم بعد ما اشكلها العجينه ريحتها تقريبا ساعه بعدين شكلتها كرات حشيتها اجبان، بعدين بدي بدنا نحطها طبعا بالسمسم، بس بدي اعمل اكثر من وحده عشان اورجيكم كيف بدنا نحطها بالسمسم وكيف رح نخبزها بعد الفاصل. اوكي تمام تمام، فاذا الدويره بنحشيها جبنه قبل ما نخبزها، بس قبل ما رح نعمل ولا اي شيء الا لنرجع بعد الفاصل. مليون بالمية بيقدروا يحشوها اي نوع جبنه، اسمها جبنه البيضة مع شويه بقدونس بتشهي، الجبنه النابلسيه، جبنه موتزاريلا، جبنه تشيدر، دائما بدنا نعمل التفاصيل موجوده عندنا بالبيت. اهم شيء العجينه كانت كثير سهله، حطينا طحين، حطينا زيت، حطينا سكر، حطينا ملح، خميره، وعجنتهم مع 5 معالق من حليب انجوي الباودر. بعد هيك بلشت اتركها ساعه ترتاح، شكلتهم كرات والكرات بحشيهم، برجع بتركهم يرتاحوا تحمرت، بس اول شيء بشكلهم بالسمسم بعدين بتركهم يرتاحوا. تمام تمام، اذا احنا هلا رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل بنرجع لنفرجيكم كيف رح تشكل لنا اياهم الشيف امتياز مع السمسم، وقديه رح نحطهم بالفرن، رح نحكي لكم تفاصيل اكثر عنهم بس بعد الفاصل. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم، بدنا نرحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لنا، ونذكركم انه احنا معاكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك، وانه اليوم كل وصفاتنا جابت لنا اياها الشيف امتياز من تركيا. عملنا اول وصفه اللي هي الكبه الكذابيه، حشيناها بالاجبان، بعدين عملنا الخبز او الكعك وحشيناه برضه بالاجبان، بس هلا بدنا نرجع للشيف امتياز ونشوف قد ايه بده وقت بالفرن، وايش الطبقه الخارجيه اللي رح نحطها عليها، وتفاصيل ثانيه. بس قبل ما نروح للشيف امتياز بدي اذكركم بسؤال حلقتنا لحتى تشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك، هو شو الحكمة اللي بتتبعوها بحياتكم، أو شو هو المثل اللي بتحبوا إنكم تمشوا عليه وبتتبعوه. خلينا نرجع للشيف امتياز ونشوف هل العجينة تبعتنا بعد ما ريحناها شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا نشكلها كرات، ريحناها ساعة العجينة شكلناها كرات، بعد هيك شو عملنا بهالكرات؟ حشيناهم أجبان، بعدين عندي سمسم ني، عندي كوباية مي، وعندي معلقتين عسل أو معلقتين دبس، بحطهم أوكي. بالمي ليه؟ عشان تلزق العجينه شوي اقدر الزق السمسم اوكي فرح شو اعمل هلا هيك اخذ العجين هذول حشيتهم كلهم اجبان انا بمسكها هيك من تحت شوي بعدين بحطها بالمي وبعدين جوا السمسم بصير عندي هيك بمسك عليها
تمام، هي اسهل أوكي. طريقه حتمسك عليها. هلا بعد ما اشكلهم بالسمسم والمي يا دانا، لازم قلنا نرجع نريح العجينه مره ثانيه كمان 15 دقيقه. اوكي، ليه؟ عشان العجينه ما تطلع معجنه من جوا وتكون فلفي. احنا بدنا ناكله ناشف، صح؟ الصراحه السميد التركي او الخبز السمسم تبعهم كثير ناشف. انا بالنسبه لي دائما مكشوف كل شيء عندهم. لا لا لا، لازم احكي لكم شغله يعني كمان. احنا هون بالاردن بألف ألف ألف نعمه، الحمد لله بكفي نظافه. صح، هناك دخلت على مطبخ تحضيري لمطعم. اهلين، شو صار؟ احنا ما اكلنا مطعم والله، بعديها صرنا نجيب اكلنا لحالنا، نروح على السوبر ماركت. والله إيه، اسمعي، قد مثلا نحكي عن ماكدونالدز بالاردن، بتروحي ماكدونالدز مثلا من الناس انا دربت فيه الصراحه، وشفتي مطبخهم ودخلتي مطبخهم، وكل الناس تقدر، انت بتقدري تعرفي بماكدونالدز تروحي تسجلي اسمك وتفوتي على المطبخ التحضير تشوفي قد ايه نظيف، قد ايه مرتب، قد ايه معقم. هناك تفاصيل تختلف تماما تماما. ايش تفاصيلهم؟ لا لا، هن بعدين ما بيلبسوا جلافز لما يحضروا لك ساندويتش. مش بماك، بشكل عام مطعمهم ما حد بيلبس جلافز. لا لا، احنا كثير ارتاح صراحه وكثير انظف، وغير انه كمان اكلهم مكشوف، كل مكشوف. اكلهم مكشوف، ما في شيء مسكر، لا حلو ولا موالح ولا مطاعم ولا شيء ولا شيء ولا شيء. بس في اشياء بحطوا عليها الازاز انه حاطينها جوا ثلاجه، بس هدول يعني نوادر. مليون بالمية. لا انا صراحه مصممه انه الاكل بلاد الشام كثير اطيب وكثير نكهته ألذ. طيب هلا انا خلصت هدول، راح ادخلهم على الفرن على حراره 200، تمام، لحتى يتحمروا من فوق ومن تحت. اول شيء بشعل الفرن من تحت، بعدين من فوق. ارجع اذكركم انه افراني انا من سيلفر لايم، تشعل من فوق ومن تحت. بدي اذكركم انه لهم فرعين، الاول بالمقابلين بشارع القدس والثاني بضبوق بجانب اشارات المواصفات والمقاييس. هدول راح ادخلهم على الفرن، بس هدول مش صح يدخلوا على الفرن لانهم لا مخمرين اول مره ولا مخمرين ثاني مره، بس عشان اورجيكم بس افتحها من جوا كيف بتكون الجبنه. وصفة سريعة جدا بدنا نعملها هلا لانه الوقت بيروح معنا كثير بسرعة. بدنا نعمل كولاج بالشوكولاتة والحليب. قبل ما نروح ناخذ الوصفة بدي اعمل القطر اللي هو عبارة عن كوبايتين لثلاث كوبايات من الحليب، عليهم كوباية من السكر. هون الصراحة بحطوا كوبايتين، انا كوبايتين سكر، كوبايتين سكر بعملوا زي كأنه قطر، بس بدل ما يحطوا مي بحطوا حليب. هلا بدي اورجيكم كيف رح تطلع الوصفة. خليني احطهم على النار يغلوا مع رشة زهر، ماء زهر، وناخذ الوصفة كيف رح نعملها. يلا لكولاج الجوز بالحليب والكاكاو رح نحتاج باكيت كولاج، 250 جرام جوز، معلقة كبيرة سكر شعبان، معلقة كبيرة قرفة من أبو خلدون كباتيلو، 2 كوب حليب انجوي، وكوب سكر من شعبان، معلقتين ماء زهر من أبو خلدون كباتيلو، وكوب سمنة. عم بتقولك ام محمود طريقه جديده وحلوه للقطر بالحليب. اسمع، بتعملوا له الكيك مثلا كيكة جوز الهند، هذا كثير زاكي كثير بحبه. طيب شو حطينا؟ حطينا الحليب، حطينا عليه السكر، واستخدمت طبعا كالعاده سكر شعبان بربحكم كل يوم 100 دولار، تاخذوا الكوبون موجود جواته. بعدين دخلوها صفحتهم على الفيسبوك ان شاء الله بتفوزوا فيهم. وراح احط ماء زهير واتركهم يغلوا، تقريبا بدهم يغلوا مع بعض 5 دقائق ل7 دقائق. اوكي اتفقنا. الكولاج جبته معي من تركيا، عندهم تفاصيل حلوة، عندهم الخضرة حلوة الصراحة، الكولاج عندهم كتير حلو، عندهم الحياة سهلة. حتى مش احنا مثلا بنجيب الجبنة ونبشرها بنحليها، هن محليينها مجهزينها بشرينها، انت بتاخديها بس عشان تشتغلي فيها. الجبنة البيضاء، اجبارنا مثلا بحس اجبارنا البلدية كتير طعمها اطيب. لفيتوا مليون شغلة عشان ما ينشف لانه حملته معي من تركيا، هذا بدي اورجيكم اياه فريش. ولكن احنا من هون بنقدر نستخدم عادي الكولاج الموجود بالسوبر ماركت، او بتروحوا تاخذوا كولاج من محلات الحلويات. كليهما بزبط. اوكي، عندنا الجوز والقرفة. طيب عم بسألوكي، هذا القطر اللي بالحليب على ايش ممكن يزبط حلويات غير كيكة جوز الهند اللي انت اعطيتيهم فكرتها؟ هلا الكولاج كله بسقوه اغلبهم حليب، حليب مش قطر. حلو، انا تعلمت. انا طبعا هون ما اعطوني الوصفه، بس بتقعدي تراقبي. بتعرفي يمكن البسبوسه كمان تطلع زاكية. اسمعي، بيعملوا بيعملوا هريسه بهذا، وبحطوا عليها فستق حلبي هيك كمان، حبيتها رح نعملها ان شاء الله. هريسه عادي، الهريسه تبعتنا النموره المعموله باللبن. اوكي، وبسقوها بقطر الحليب، تمام، وبيغرقوها فستق حلبي. حبيت. يا الله، اسمعي، بتعرفي قد الكيلو؟ 20 دينار اردني. والله يعني مش قليل، مع انه شغلات عندهم بسيطه بس لطيفه. مروه خليني ادخلوا لي بايركس، خليني اورجيكم الكولاج. هذا الكولاج جبته معي،
طلعوا هن قدامك بيعملوا كيف احنا بنعمل خبز للشراك. اوكي هن بيعملوا كولاج بهاي الطريقه، هذا كولاجهم. اوكي طلعوا احلاه حبيت. طب ايش حسيت الفرق عن الكولاج تبعهم تبعنا؟ اسمك وهذا فريش فريش يعني بيعملوه قدامك. اوكي يعني بتعمل اسمك شوي. هو اسمك من عندنا بس بتقرمش اكثر يعني كثير. نفس كولاجنا. بس خلينا ناخذ البايركس، انا جايبيتها معي مش حاطين لي اياها. طيب نرجع نعيد سريعا. هاي الوصفه كثير سهله بس طريقه القطر اللي هن محضرينها مختلفه تماما عن ايش احنا بنعمل. حطينا تقريبا 2 لـ3 أكواب تقدر تحطوا من الحليب، بحطوا عليها 2 لـ3 كوبايات من السكر، يعني كوبايه بكوبايه. كثير. فاحنا هلا هن الحلو عندهم كثير حلو صح. احنا منحبش كثير حلو، فانا حطيت عادي كوبايه، حتى رجعت هلا حطيت 1/2 كوبايه وخلينا نحليها شوي. الحشوه عباره عن جوز، راح احط عليها رشة قرفة وراح احط عليها شوية واحد ثاني يا مروة سكر، انا جايبة 2. عطي شفينا دانا بالله اذا عندك البايركس تحت. يلا هلا بنشوف لك. اوكي وهيك عندي الحشوة. هلا هذا ما بزبط بس خلينا بنعمل فيه. يلا اوكي وراح هيك الحشوة جاهزة، حطينا جوز، حطينا قرفة وحطينا عليهم شوية سكر. حتى هن المكسرات بحطوا الجوز لحاله، بخلطوا جوز ولوز يعني بخلطوا التفاصيل. أوكي. اول شيء بدي اخذ سمنه. تمام. اي نكهه سمنه بتحبوها. ورح ناخذ انا في طبقه لاني استخدمتها، رح ناخذ الطبقه. هلا شوفي الكولاج عندهم كثير حلو كثير مرتب، فمصفط بطريقه كثير حلوه، كل وحده مصفطه تنتين. اوكي اخذت بس الطبقه. المهم بيعطينا نفس القرشه حتى لو القرشه نفس كل شيء، بس احنا بنستخدم هون كولاج بنحط نص الباكيت لما نشتريه. بدنا نحط عليه نصه تحت ونصه فوق. بهاي الوصفه بالذات كل طبقه وطبقه دهنت صراحه. أوكي. لانه هن سميك شوي. بكلاجنا احنا اللي بنشتريه من السوبر ماركت ما في عادي، يعني كل 3-4 طبقات ممكن ندهن وحده. تمام. بس شوفوا بدي ارجيكم كيف بدي اطبقهم على بعض عشان هن جايين بقطعه وحده. تمام. كل مره برجع بحط سمنه. اسمع الوصفه كثير سهله وكثير طعمها زاكي. أنا شوي غريبة عن الوصفات الكولاج تبعتنا. فكرت بدك تحشي كل طبقة لا لا بالجوز. لا هيك برضو نحط شوية سمنة. اوكي بعدين ناخد الجوز، بتقدروا تحطوا جوز لوز فستق حلبي، بتقدروا تحطوا تخلطوا مكسرات بس انا صراحة بلاقي الجوز كتير طيب، وخصوصا انه احنا حاطين فيها شوكولاتة. هلا البندق عندهم كتير مشهور، بطلع زاكي كمان ما حبتخيل. لانه فيها لأنه كاكاو وقرفة وشوكولاتة بيلبقوا 100%. وبناخذ الطبقة الثانية، أنا عندي القطر عم بصير منيح أموره، أتأكد إنه هيك. أخذ الطبقة الثانية، مروة وأنا عم بحط الطبقة الثانية، أعطينا وصفة السلطة الأخيرة. يلا. هي عشان الطبقة الأخيرة لأن هي هتكون شوي مرتبة. أوكي. يلا. لسلطة الكومبير بالكوسلو رح نحتاج لكيلو بطاطا مسلوقة، معلقة كبيرة ملح من ساسي، كوب جبنة موتزاريلا، معلقة فلفل أسود من أبو خلدون كباتيلو. أما للكوسلو فرح نحتاج لملفوف أحمر وكوب مايونيز مع علبة ذرة، ربع كوب سكر شعبان، ربع كوب ليمون، ومعلقة صغيرة ملح من ساسي. طيب هلا حطينا اول طبقه بعدين الجوز. هلا هي مش طبقه هلا لانه رح نستخدم كولاجنا، انسي انا جايب الكولاج مش من هون فهو أوكي. سميك شوي. بس احنا كولاجنا رح نحط نص العلبه تحت ونص العلبه الثانيه رح نحطها فوق. تمام. هلا بالنص حطينا الحشوه اللي هي كانت عباره عن جوز قرفه وشويه سكر. اوكي تمام. حطينا الطبقات الاخيره، احنا برضو رح نستخدم زي ما حكينا كولاجنا. العلبه بقيت العلبه ايوه برافو عليكي لحقناها. عيون اوكي هاي ما اخذها عليك لانها ما صارت. اما عادي الطحين قبل شوي، اما الطحين قبل شوي كثير عادي. عادي عادي مش مشكله. طيب انا لازم تتقطع يا دانا قبل ما تفوت على الفرن، بدكم تقطعوها مربعات. تمام. رح اترك هاي المهمه لك، قطعوها مربعات صغيره واوصلوا فيها لاخر الصينيه عشان تتاكد انها الاسمت الطبقه اللي تحت. 100%. هلا اذا قطعتوها بعد ما خبزتوها انسوا الموضوع، ولا عمرها رح تتقطع. تمام. رح تتكسر معاكم لانه قلنا الكولاج بتكسر. رح نكملها مربعات. طيب دخلوها على الفرن على حرارة 200 لحتى تاخذ لون منيح من فوق ومن تحت. بعدين بنجيب هالقطرات السخنين اللي عملناهم وبنحطهم. هي لازم تكون سخنة صراحة، التنين لازم يكونوا سخنين. اوكي تمام. بعدين بنحط عليها
القطر، هي بضلها تشربه لأنه حليب ولأنه هو كولاج، مش نفس القطر تبعنا اللي تقيل فما بتشربه. بعدين باخذ كاكاو أو نوتيلا. أوكي. هلأ في منهم بحطوا هيك، في منهم بحطوا هيك. أوكي. هلأ هذا اللي قدرت أسرقه من الوصفة عشان لا المهم إنه يعني خلص بقدر يحطوا التنين، بقدر يحطوا هيك أو هيك، إيش ما موجود عندهم بقدروا إنهم يحطوا. بدي صبايا اللي هو بندخل فيه السكر أو الكاكاو. طيب هلأ أنت بدك تكملي لهم الوصفة ولا نطلع فاصل؟ لا قبل ما نطلع فاصل إحنا معانا وقت، في وقت تطلع مروة فاصل يعني كنت تطلع فاصل؟ لا يلا عشان أعرف شو أعمل. فاصل خلاص فاصل. فاصل. طيب خلينا احنا بنكمل تقطيع هالكولاج ونرجع لكم بعد الفاصل لحتى نكمل لكم باقي هالوصفه ونشوف وصفه السلطه كيف رح تعمل لنا اياها شيف امتياز وبنرجع. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. اول ثلاث وصفات تقريبا صاروا جاهزين، بس نرجع للكولاج ونكمل كيف طبقه الشوكولاته بدها تصير عليه بعد ما حطينا عليه القطر. شو يا شيف؟ هلا في منهم بحطوا بين كل طبقه وطبقه كاكاو، بحطوا كاكاو. اوكي. بس لما تاكليها دانا كثير ثقيله واحنا مش متعودين على هذا الحكي. صح. في منهم بحطوا على الوجه بس شوكولاته الدهن، وفي منهم زي ما انا بعمل بحطوا بس على الوجه، وانا هذا الصراحه لقيته قريب لنا. هلا الكاكاو اللي انا حطيته بتقدر تحطوا كاكاو محلى، بتقدر تحطوا كاكاو مر. مر انا الصراحه لانه فيها نسبه سكر كويسه حاطه المر، طعمه كثير لذيذ كثير. بس اذا انتم من الناس اللي بتحبوش طعم الكاكاو الخام احنا بنقول له بتقدروا تحطوا عادي اللي هو اللي هاي. وقلت لهم كمان بقدروا يحطوا شوكولاته الدهن، ريحتهم احلى، بقدروا يحطوا شوكولاته الدهن. ايون هيك بتكون جاهزه لذيذه طيبه، اولادكم راح يحبوها، بتقدروا تحطوا فيها اي نوع مكسرات انتم بدكم اياه، والصراحة مع حليب كتير طعمها أطيب. طب هلأ الحليب رح يتشربوا كل الكولاج؟ كله 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 كله. لا لا لا. القطر اللي إحنا بنحطه على الكولاج بيكون تقيل فبشربوا شوي أخف 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 أخف، بس لكن الكولاج بحب القطر. حيروح. هذا نفس الفكرة، هذا بحب القطر. أوكي. تمام. والله مش شايفة بدها شوية فستق، بس نحط بالنص هيك. نزينها. نزينها بأكتر من مكان. بس هي الصراحة ما بتحتاج. نعمل وصفة السلطة الأخيرة كمان حبيت فكرتها، بس هني بيعملوها بنفس حبة البطاطا. بيفتحوها. بيفتحوها وبيحطوا لها الكوسلو بهاي طريقة، ولكن انا قلت نغير شوي عن المألوف برضه. اوكي. وبحياتكم تروحوا على تركيا اعملوا زيي، والله العظيم اكلت خيار وبندوره قد كل اللي اكلتهم كل عمري والله. هي عشان تشبع، لازم ارن لكم على بابا تشوفوا، مش عشان اشبع، انه افطورهم كثير دسم يعني كل شيء كولاج وسمنه واجبان كثير وهيك، وانا بحب الاشياء اللي فيها خضره صراحه. صح. فرحت اخر شيء قلت مطوله معك يا امتياز، روحي على السوبر ماركت. رحت لك على السوبر ماركت بندوره خيار. لا وبعدين حلو كمان عندهم طريقه العرض الخضره والفواكه كمان بتكون هيك عندهم كلياتها مفروده. فحلو بتشهل واحد. بتشهل واحد يعني. بس كيلو بندوره والله مو رخيص، 24 ليره يعني دينار، غالي غالي. هلا ادركت هلا. وانت هناك كانت يعني ما فيش غير البندوره. اسمعي عندهم بندوره صغيره كبيره مدوره، عندهم تفاصيل خضره حلوه صراحه، عندهم تفاصيل خضره حلوه، بس برضه عندنا تنوع اكثر. لا احنا عندنا كثير تنوع بالاكل. هاي عن جد طلع حطت فستق. ايوه هي ما بدها فستق. يلا ما هدول عندي اياهم من رمضان. وين بدك احط لك اياها؟ رح نحطهم عندك جنب الاكل ونبلش بوصفه السلطه السريعه اللي رح نعملها، كثير لذيذه وكثير سهله. اعطيني دانا عشان نحط فيه الوصفه. هاي الوصفه كمان رح تحبوها كثير، وكمان تعتبر طبق. في منهم بيخبزوها بالفرن، بس انا مثلا عشان فيها مايونيز بخاف الصراحه. أوكي. عندي بطاطا، يا انه بتاخذوا حبه البطاطا زي ما هي تحطوها بالفرن على حراره 200 تقلبوها كل شوي وبعدين تطلعوها وتهرسوها، يا انه بتقشروها وبتسلقوها وبتطحنوها. تمام. راح احط عليها ملح، شويه بابريكا، واجبان عندي جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، هاي طبقه بقدر اشويها. تمام. بعدين بنطلع نحط عليها المايونيز. مليون بالمية. بعدين هلا لا البطاطا ما راح احط عليها مايونيز، المايونيز مش راح يكون هون. قصدي انه بنقدر نحطها ونحطها بالفرن بعدين بس نطلعها. ايون برافو عليكي بالضبط هيك، وهن هذا اللي بيعملوه الصراحة. اوكي. ايه في منهم بحطوا الصراحة المايونيز بالفرن، انا ما بعرف ما بحب. حاضر هيني بدي استعجل، مروة خلصت وصفتي، وصفتي هاي كثير سهلة.
تمام. اوكي، وزي ما قلتي هاي ممكن انها تزبط وجبه لانها هي البطاطا يعني نشويات تعتبر ومعها كل انواع الخضره، وانتم بتقدروا انكم تشوها، بتقدروا انكم تاخذوا حبه البطاطا زي ما هي تفتحوها من النص وتحشوها ايش ما انتم بدكم. يعني هاي موجوده البطاطا الكومبير عندهم كثير. لا بتفننين فيها صراحه، يعني بتفننوا فيها وما بتقدري ما تاكليها، بس تروحي هناك لازم تدوقيها. في الفاصوليا الحمراء كمان بحطوا عليها، هن بحطوا كثير تفاصيل على البطاطا الكمبير، بس عندهم السجق كثير زاكي. السجق عندهم نكهه بطريقه كثير حلوه ومعموله كلها بيعملوها فريش قدامك كل يوم الصبح. فمن التفاصيل صراحه اللي حبيتها، يعني هذا الاشياء حبيتها. طب هلا ايش الفرن شو وضعه؟ لا الفرن انا طفيته، هرجيهم اياها. لا خلاص، بس بدي اخذ هاي الطبقه بدي احطها هيك. هلا هاي بتقدروا لحالها تعملوها وصفه وتحطوها لضيوفكم مع جبنه موتزاريلا على الوجه وبياكلوها. هلا برضو هاي الفكره عندهم. تمام، بس انا اليوم بدي ادخل فيها الكوسلو عشان تصير زي سلطه. انا دائما بعمل كميات كبيره، انتم ما رح تعملوا قدي، انا حطيت لكم مقادير اقل. تمام، هلا الكوسلو اللي بالملفوف الاحمر، هن عندهم الملفوف الاحمر كثير دارج اكثر من الملفوف الاخضر، فشوفوا التفاصيل كيف تفرق من بلد لبلد. رح احط عليه ذره وراح احط عليه، ما بحطوا جزر على الكوسلو على فكره، لا الابيض لا الابيض ولا الاحمر. عاد احنا هون عندنا كله جزر. كله جزر، هن ما بحطوا نهائيا. وراح اخذ ملح، احنا على فكره على البطاطا ما حطينا ملح تذكروا. طب البطاطا لما هرستيها حطيتي معها حليب، حطيت معها زبده، ولا شيء؟ زبده، جبنه موتزاريلا، اذا بتحبوا جبنه شيدر، حطينا ملح وحطينا الذره، وبدنا نحط مايونيز، وانا كالعاده بستخدم من امريكان جورمي. هلا كيف بدها تصير عندي على حلوه الكوسلو؟ انا لما اغسل الملفوف وافرمه، بفرمه على ايدي فرمه صغيره، بحط عليه 4 معالق من السكر، بتركه بالمصفايه، فبصير حلو، بتخف قرشته، بنزل اي مرار موجود بالملفوف. حلو، ولما تيجوا تعملوه بترجعوا تضيفوا له كمان 2 معلقة من السكر. اوكي خلاص انا خلصت. هي والله غير بس احط هيك المايونيز عليها واحركها يا ليث، واكون هيك خلصت الوصفه. فالبطاطا ايش حطينا لها؟ حطينا لها ملح، فلفل اسود، بابريكا، البطاطا المهروسه المشويه، وحطينا عليها جبنه موتزاريلا، وحطينا عليها كمان جبنه تشيدر. السلطه كيف عملناها؟ حطينا ملفوف احمر كنت غسلته وفارمته وحطيته بالمصفاي مع 3-4 معالق من سكر شعبان، نزلت ميته وصار عندي قطره، ضفت عليه علبه ذره، 2 معلقة كمان من السكر، رشة ملح وليمون وعلبة ذرة، صار عندي الكوسلو بالملفوف الأحمر ما بنحط له جزر. وبعدين مايونيز. طبعا بعدين مايونيز من أمريكان جورمي تقريبا كوباية. هيك برضو بتكون عندي خالصة. بنحطها على وجه البطاطا. تمام؟ تمام التمام. خلصنا يعني الوصفات. فكرة حلوة للسلطة، يعني تغيير عن سلطة الكوسلو اللي احنا متعودين عليها، وأهم شيء إنها بدون جزر. والملفوف الأحمر هيك أعطتكم فكرة شرف امتياز لحتى تقيموا أي مرار فيه وأي طعم مش هيك. مش بس الملفوف الأحمر، لا حتى الأخضر بعمله عادي كمان نفس الطريقة. نفس الطريقة. لازم عشان يطرى شوي بالسلطة عشان ما تاكليه كثير كثير بقرش. أوكي، تمام التمام. ريحتها حلوة الصراحة. بما انه احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، بس قبل ما ننهي بدنا نخلي الشيف امتياز يذكرنا شو عملت لنا وصفات اليوم. بالحلقه اليوم عملنا وصفات وافكار خفيفه لطيفه. عملنا هالكبه اللي بدون لحوم نهائيا، عملناها بعجينه الكبه اللي بدون لحمه وحشيناها بالاجبان، وعملنا كمان الخبز السمسم اللي حطيناه بالاجبان، واخر شيء عملنا الكولاج بالحليب والشوكولاته، كثير زاكي لازم تجربوه. وهالسلطه من البطاطا المهروسه وحطينا عليها اللي هي سلطه الكوسلو. تمام، بس بدي ازينها يا ليث عشان نحطها بس. يلا سلم ايديكي على هالوصفات. لكل الاشخاص اللي ما لحقوا يتابعونا من بدايه حلقتنا، بتقدروا ترجعوا تفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن وعلى عمان تي في اوفيشال، ترجعوا تحضروا الحلقه من بدايتها، او بتفتحوا على قناتنا على اليوتيوب تكتبوا اسم الوصفه بهار ونار بيطلعوا لكم كل وصفاتنا سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه. نتمنى لكم بقيه نهار حلوه، تضلوا بألف خير، الى اللقاء.